السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم معايا في حلقة جديدة من برنامج صباح الحياة بس أنا حابة قبل ما أدخل في فقرات البرنامج أعبر عن شكري وامتناني لأهلينا في صعيد مصر المتابعين بتوعي كلهم من صعيد مصر وكلهم هم اللي بيساعدوني في تشكيل الحلقات بأسئلتهم واستفساراتهم ومشاكلهم وبصراحة هم لهم فضل كبير أن أنا أمشي بالرتم اللي هم حابينه ده في الحلقات يعني هم اللي بيساعدوني أنا بشكركم جدا 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 وممتنه جدا لحضراتكم ندخل على طول في أول فقره فقره صحتنا في معلومه أه هتكلم عن ازاي نحسن التعلم والذاكره ها بطرق طبيعيه احنا ما بنتكلمش في أي حاجه ايه غريبه في ناس كتير بعتت لي احنا بننسى اصل في مشكله مش عارفين نكمل دراساتنا او المدارس مثلا سوري احنا في المدارس بس الامتحانات هتيجي بس مش عارفين نحفظ بننسى. فالفقره دي مخصصه للطلبه ومخصصه للناس اللي هم بيشتكوا من هذا الموضوع قبل ما يجيلهم الالزايمر طيب هنتكلم بسرعه عن الجزء اللي بيتاثر في المخ اسمه هيبو إيه جزء الهيبو كامبس ده هيظهر لحضراتكم دلوقتي على الشاشه ده إيه جزء صغنن جدا كده إيه شكل فرس البحر آه شكل فرس البحر او بيسموه آه فرس البحر لانه آه ليه كده شكل معين شكل يعني حضراتكم هتشوفوه دلوقتي على الشاشه حاجه لذيذه جدا ده لو اتاثر بشكل او باخر هنوضح الاسباب دلوقتي بتحصل مشكله النسيان بتحصل مشكله زي النسيان بتحصل مشكله زي فقدان الذاكره الجزء الجميل خالص اللي هو البرتقاني ده يمين وشمال ده الهيبوكامبس اوكي طيب ايه مشكلته اولا المخ بيتغذى على ايه بيتغذى على الجلوكوز بيتغذى على الاكسجين طيب احنا في خلل في الموضوع ده هيحصل المشكله في المخ عموما وخصوصا كمان في الذاكره طيب احنا ايه اسباب تلف بعض او او مشكله ان الهيبو كامبس مش شغال كويس او فرس البحر اللي موجود في المخ بشكل اللي احنا شفناه من شويه باختصار شديد ارتفاع الكورتيزون ارتفاع الكورتيزون مع كورتيزون بيعلى ليه بيعلق من الضغط العصبي والاجهاد تبقى تعبان وتيجي على نفسك آه، تبقى متضايق وتتنرفز وتتوتر ولازم كل حاجه تبقى 1 ولازم كل حاجه تتعمل في الوقت اوكي احنا بنعمل بلان يا جماعه آه، 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 انا حابه اقول لكم على حاجه انا شخصيا اتعلمتها آه من استاذه ليا ان احنا بنعمل خطه اولى وخطه ثانيه وخطه ثالثه دايما في حياتي ماشيه بكذا خطه الخطه الاولى ما مشيتش الخطه الثانيه بتمشي الخطه الثالثه اي خطه من الخطط دي هتمشي وبناء عليه ما مشيش في خط واحد ولازم اعمل ده ولازم ده يخلص ولازم في خطه ثانيه بجدول زمني مختلف ولكن لازلنا عايزين نحقق نفس الهدف ونفس الموضوع طيب ايه القصه دي الكورتيزون لما بيعلى تمام يبقى حاله علو الكورتيزون خلاص ده بيسبب مشكله في الهيبوكامبس طيب الانسولين كمان عالي الانسولين عالي دايما مرتبط فقدان مؤقت للذاكره او نسيان بامراض السكر، مرض السكر دايما مع الـ يعني بتلاقي دايما بعض الناس يقولك انا مش قادر افتكر الاحداث انا مش فاكر انا فين الحياه صعبه معايا انا متضايق عنده عصبيه مفرطه ومش عارف ايه اسبابها كل ده بسبب ان الكورتيزون عالي والانسولين عالي، طب لما بيعلوا الاثنين دول بيعمل لنا مشكله كبيره جدا اللي هي تلف او نقص نسبه بي آه فيتامين بي1. ون. بي1 ون. فيتامين بي، طيب بي1 بالذات لو احنا بحثنا عن بي1 والاثار الجانبيه لقلته او فقدانه اللي هو بينتج من ارتفاع الكورتيزون والانسولين والسكر يعني اللي مش متظبط في الجسم بيحصل ان ده لما يقل يعمل فقدان ذاكره اذا هنا السبب والنتيجه سبب الارتفاعات اللي احنا قلنا عليها في الكورتيزون والانسولين هيعمل لنا نتيجه مهمه جدا اللي هي فقدان نسبه كبيره من بي 1 بي 1 لو اتفقد يعني خلاص تلاقي الشخص عصبي أنا مش عيد تاني اللي أنا قلته ولكن ناخد بالنا من بعض العلامات اللي بتدل على فقدان أو قلة كمية بي في الجسم طيب وبعدين آه وبعدين طيب موجود فين بي موجود فين بي موجود في الخميرة البيرة خميرة آه معانا أول مداخلة أهلا وسهلا تفضل آه خلاص عود الاتصال بينا اه طيب احنا دلوقتي احنا دلوقتي بنتكلم على مصادر بي 1، بي 1 الخميره البيره رقم واحد الغنيه بالبي 1. تاني حاجه نوعين من الكبد، كبد الاغنام او الخراف والماعز والكلام ده وكبد البقر. يعني الكبد الحيواني العادي بس انا بحدد تحدي بحدد تحديدا نوعين من انواع الكبد. اه معانا مداخله ونقول الو اتفضلي. وات التلفزيون لو سمحتي عشان اسمع حضرتك. الحمد لله اهلا بيك تفضل اهلا وسهلا تفضل سؤال حضرتك ايه ازاي حضرتك الحمد لله اهلا وسهلا تفضل تفضلي لو اه سمحتي ابني ابني عنده ست سنين بيدوخ وعنده عدم تركيز وبطنه بطنه وجعاه كده آه رحت كشفت له الدكتور قال لي كتب لي على كورتيزون فلقيت فيه حاجه من كده آه طب بصي بصي بعد اذن حضرتك معلش انا بستاذنك آه عوده الاتصال بينا عوده الاتصال بينا آه طيب آه الاستاذه اللي لسه مكلماني دلوقتي كلميني بعد الحلقه من فضلك عشان موضوعك لسه محتاجه اسال اسئله وتقريبا كده وانا متاكده ان وقت الحلقه لن يتسع ل يعني للموضوع ده فكلميني بعد الحلقه مباشره. طيب خلاص كده يبقى دي مصادر بي 1 عشان التعلم وعشان استعاده الذاكره بركز على الاستعاده لان يا جماعه احنا عارفين ان الشخص نفسه لو افتكر حياته ماشيه حلوه رايح جاي عارف رايح جاي منين ورايح فين مدرك المكان والزمان ومدرك البيئه والكلام ده كله مش ناسي حاجه بيبقى حياته سعيده طب لو جه حصل خلل احنا وضحنا ايه مصادر بي 1 اللي لازم ناخدها باستمرار خلاص كده ودي كانت اول فقره معايا ساحتنا في معلومه